هكذا يعلن العراقيون دولتهم الجديدة من ساحة التحرير، دولة تحارب الفساد وتحاسب الفاسدين، دولة لا تعرف الطائفية أو الصراعات الحزبية. المتظاهرون في بغداد اتخذوا من ساحة التحرير عاصمة لحلمهم في وطن جديد، ليعلنوا مطالبهم مشفوعة بحبهم لبلادهم وحزنهم على ما وصل إليه حالها. اعطونا حقنا، اعطونا وطن، اعطونا بلد، لا تخلون بلدنا، بلدنا عزيز، بلدنا عزيز. من هذا الحب الجارف للوطن، من هنا من ساحة التحرير يبدأ بناء الحلم أو الوطن إن صح القول. مئات المتطوعين توزعوا بين أركان الساحة لخدمة المتظاهرين وتقديم الدعم الممكن لهم، كل بحسب طاقته. فهؤلاء حلاقون بدأوا في تقديم خدمة الحلاقة المجانية للمعتصمين الذين أمضوا أياماً طويلة في الساحة من دون حلاقة. أقل شيء إحنا نقدر الحلاقين نسويه، لأن هاي مهنتنا، أقل شيء نقدر نقدمه لإخواننا المتظاهرين وإخواننا الأبطال اللي التكاتف اللي قدموا شيء ما كان أحد أي أحد يتوقع هذا الشيء. وجه الشكر كل الجزيل، وإحنا من يمن لهم منا لحد ما تنتهي هذا مكاننا، وأي واحد يجي يزين إحنا خدام من المتظاهرين، وشكرا لكم. أما هؤلاء فقد حملوا ما يستطيعون من مياه الشرب أو جهزوا الطعام في الساحة لإطعام المتظاهرين أو إعداد الشاي لهم من دون مقابل، في حين قدم الأطباء صورة مشرقة للتفاني في خدمة المتظاهرين ورعايتهم طبياً وعلاج مصابيهم في المفارز الطبية بالساحة، بينما قدم الصيادلة كميات كبيرة من الأدوية اللازمة لعلاج المتظاهرين المصابين. واللي موجودين بين صيادلة بين كادر طبي يجون يساعدونا، وحتى كمساعدة تجي حتى مرات من خارج الفئة الصيدلانية، الكل يشارك يعني من كل المستويات، من كل النساء رجال، يعني أي واحد يقدر يقدم المساعدة يقدم المساعدة في سبيل ذول يعني الشباب اللي يجونا إسعافات أولية، تداوي مباشر نسوي لهم، جهاز ضغط، جهاز سكر، اللي نقدر عليه نقدمه في سبيل الناس الموجودة. ولم يغب الفنانون عن المشهد، فبينما شرع شباب الجامعات في حملات تنظيف لساحة التحرير والشوارع المحيطة بها، بدأ الفنانون في رسم الحلم على جدران العراق ووجوه أطفاله الذين قدموا مع أسرهم ليؤكدوا أن مستقبل العراق سيكون بوجودهم أجمل.